السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سنتحدث عن أكبر قاعدة جوية في إفريقيا، ألا وهي قاعدة أم البواقي الجوية. لذا ابقوا معنا حتى الآخر أعزائي المتابعين لكي تطلعوا على كل التفاصيل. أيضا قبل بداية هذا الفيديو أعزائي المشاهدين، وإذا أعجبكم هذا النوع من الفيديوهات اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد عن القناة. شكرا جزيلا لكم. قاعدة أم بواقي الجوية هي قاعدة عسكرية جوية تقع في ولاية أم البواقي في الجزائر، تبعد عن العاصمة الجزائرية 500 كيلومتر، وهي أكبر قاعدة جوية في إفريقيا والعالم العربي ككل، حيث تقع هذه القاعدة في الشرق الجزائري، وانتهت أشغالها عام 2003. تستطيع هذه القاعدة استضافة أكثر من 100 مقاتلة في الوضع الطبيعي، وهي مخصصة للمقاتلات فقط، وتحتوي على مدرج للطائرات العملاقة. ميزة القاعدة الأساسية أن العنابر مبنية بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات لحماية الطائرات داخلها وداخل عنابرها من القنابل الثقيلة الخارقة التحصينات، كما تتوفر على بعض العنابر تحت الأرض، ويمكن للمقاتلات الخروج في ظرف زمني قصير جدا والانطلاق بدون الاضطرار إلى انتظار بعضها البعض في حالة الطوارئ للإخلاء الفوري. يبلغ السور المحيط بها 30 كيلومتر، كما تم تصميم الطريق السريع بجانب المطار بطريقة علمية يسمح له بأن يكون مدرج للطائرات العملاقة والمقاتلات. القاعدة الجوية بها أحدث الطائرات الحربية الجزائرية، منها طائرة مقاتلة ميغ 29 وسو 30 وميل مي 24، إضافة إلى طائرات قاذفة سو 24 وسو 34. هناك أيضا طائرات استعراضية مثل ميغ 25 وسو 30، وهناك أيضا طائرات دورية سوبر كينج اير 200 وبيش 1900 ودي هيسار. هناك أيضا طائرات للتدريب في ياك 130 ال 39 سي وفرناس 142 وسفير 43. هناك أيضا طائرات نقل سي 130 وإليوشن إي إل 76 وإليوشن إي إل 78 وكاز سي 295، وربما هنالك العديد من أنواع الطائرات الأخرى التي لا نعلم بها. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات. أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، وسنلتقي مجددا في فيديو آخر. إلى اللقاء.